دعاء تردده خفقات القلوب قبل اللسان، وتستأنس به الملائكة قبل الإنسان. دعاء الروح والقلب والعين هو صلاتنا على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله حبا، الحمد لله شكرا، الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله يوما وشهرا وعمرا، الحمد لله بلا سبب، الحمد لله بلا طلب، الحمد لله بلا عدد، الحمد لله حتى يرضى، الحمد لله ما غرد بلبل وصدح، الحمد لله ما ظهر الحق وانتصر، الحمد لله على كل حال. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تقيم الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة المهرجان السنوي بذكرى ولادة الحج المنتظر عليه السلام. يا شريك القرآن، يا قاطع البرهان، أي عظمة أنت يا سيدي، وأي عز وشموخ ووقار، يا سليل الأطهار، يا نداءات الحق المدوية، يا رافع لواء النصر في كل مكان، يا صوت النصر، يا سفينة النجاة، نقسم لك سيدي مهما طال الغياب ومهما طال الانتظار، فنحن على العهد والوعد باقون، وسنبقى نردد بملء أفواهنا، يا مهدي أدركنا في مولد النور العظيم تحية من مهجة حرة لمولاها. أخذوا يا هاي التحية، في مولد النور العظيم تحية من مهجة حرة لمولاها، لمبجل من آل أحمد والصفا، لمؤيد من ربه يلقاها، الكل منتظر طلوعه للورى لنرى العدالة ترتقي بسناها. مهدي هذا العصر يا شغفي به، روحي فداه بنشوها وأساها، من أجل تعجيل الظهور لجده، صلوا صلاة للسماء مداها. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، صدق الله العلي العظيم. آي من الذكر الحكيم يتلوها بيننا قارئ العتبة الحسينية المقدسة السيد مصطفى الغالبي، فليتفضل مسبوقا بذكر محمد وآل محمد. أسعد الله أيامكم بهذه الذكرى الطيبة والمفرحة على قلوبنا جميعا، ونحن شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام.
ذكرى ولادة منقذ البشرية الإمام المهدي روحي فداه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا صدق الله العلي العظيم. أف
من صلى على محمد وآل محمد. جزا الله قارئنا خير الجزاء وأثابكم جميعا عن حسن الأنصات والإصغاء، إنه سميع مجيب. يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم القيامة مغيبا؟ يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. أيها الأحبة، أما الآن كلمة الأمانة العامة للعطبة الحسينية المقدسة، يتفضل بإلقائها الشيخ محمد الفرطوسي مسؤول شعبة التبليغ في العتبة، مؤيدا بذكر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. أبارك لمقام بقية الله في الأرض وللأمة الإسلامية جمعاء ولمراجعنا العظام، ولكم أيها المؤمنون زوار أبي عبد الله الحسين الكرام في هذه المناسبة، في هذه الليلة المباركة ذكرى ولادة إمامنا ومولانا ومنقذ البشرية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نبارك لكم هذه الاحتفالات الكبيرة والكريمة التي تعبرون فيها عن ولائكم لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، والتي تنشدون فيها إمامكم وتدعون في إليه بالفرج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم من أنصاره وأعوانه، وأن يتقبلكم وأن ينظر إليكم بنظرة رحيمة تسر بها نفوسكم وتقربكم من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، أنتم مصداق لقول المعصوم الذي يقول: شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هذه الليلة ليلة عظيمة، وهي من الليالي التي شرفها الله تبارك وتعالى بالقداسة وجعلها من أقدس الليالي، حيث جعلها الله تعالى لآل محمد كما جعل ليلة القدر لنبيه. هذه الليلة فيها أعمال كثيرة قد لا يتصور البعض أنها من أعمالها الدعاء والتبتل والتوجه إلى الله عز وجل. قد يتصور بعض الأخوة أن هذه الليلة تحيا بالتصفيق أو ببعض الأهازيج أو ببعض الموشحات أو غيرها، لا، هذه ليلة مقدسة، وهي لا تختص فقط في ولادة الإمام، بل هي ليلة لها خصوصية ولها أعمال خاصة. في هذه الليلة أيضا زيارة الحسين، وهي من أعظم الأعمال. في هذه الليلة نظهر الأفراح لإمامنا ومولانا صاحب العصر والزمان. ولكن أيها الإخوة، وهذا أملنا في كل زائر وكل مؤمن يأتي إلى كربلاء يزور الحسين، أن يتحلى بأخلاق آل محمد، وأن لا يظهر إلا ما جوزوه لنا من الفرح. لا نخرج بحجة الأفراح عن طورنا وعن آدابنا وعن تعاليمنا وعن أخلاقنا التي تربينا عليها والتي أوصانا بها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. نحن وأنتم فرحين بولادة إمامنا منقذ البشرية في هذا المهرجان السنوي، في هذا الحفل المركزي السنوي الذي تقيمه الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، وبرعاية ومباركة
من المتولي الشرعي للعتبة الحسينية سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي والسيد الأمين العام وسائر المسؤولين في هذه العتبة يتبركون ويتشرفون بكم ليحيوا معكم هذه الليلة العظيمة. فأقول لكم أهلا ومرحبا بكم، سررنا بلقائكم ونحن بخدمتكم، نسأل الله قبول أعمالكم. أما الحديث عن خصائص الإمام وشخصية الإمام وخصوصية هذه الليلة بشيء من التفصيل فيترك لسماحة العلامة الخطيب الشيخ جعفر الإبراهيمي. أنا أحببت أن أراكم وتروني وأن أسمعكم وتسمعوني، وأقدم شكري لكم لهذه المشاركة وأسأل الله قبول الأعمال، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شكرا جزيلا لهذه الكلمة القيمة. قال لي ايش اسمك؟ قلت له اكتب يا حسين. خلنا نسمع وارفع على يدي. قال لي ايش اسمك؟ قلت له اكتب يا. قال لي عمرك؟ قلت له ضاع. ويا السنين. قال لي دارك؟ قال لي دارك؟ قلت له بين ال ما اسمع. قال لي دارك؟ قلت له بين ال قال لي قلبك؟ قلت له بين القبتين. قال لي شغلك؟ قال لي شغلك؟ قلت له خادم ليل. قال لي شغلك؟ قال لي شغلك؟ قلت له خادم ليل. قال لي شكتب؟ ما عرفتك. قلت له امحش ما كتبته وارجع اكتب يا علي. فحل الفحول علي زوج البتول. هذا الجمع اريده يهتف. من اقول لك سر المعتقد قل لي حيدر. منايح الله عندي جاوزت عملي، فليس يدركها فكري ولا عملي، لكن أفضلها عندي وأكملها محبتي لأمير المؤمنين. إذن ارفع الأيادي. سر المعتقد حيدر. سر المعتقد دار. سر المعتقد للباري شهد. بيت الله مهاد مثل من وجد. مهيوب العسى ما أترك أبد. ما أترك أبد. ما أترك أبد. ريسان الحرب يعدل بالضرب. ريسان الحرب يعدل بالضرب. يعدل بالضرب. حياكم الله أيها الأحبة. أما الآن كلمة بالمناسبة للذي طالما شاهدتموه عبر شاشات التلفاز، الخطيب سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي، فليتفضل مسبوقا بالصلوات الحيدرية. بعدين بالأخير أثبتكم على الصراط أشدكم حبا لآل محمد. ما في الميزان أثقل من thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد في نهج البلاغة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قيمة كل امرئ ما يحسنه. معنى الرواية أن الإنسان ينبغي له أن يبني ذاته بما يفيده في الحاضر وينفعه في المستقبل، وأن لا يعول على الماضي سواء كان ذلك له أم لأسلافه، لأن التقدير والمكانة الاجتماعية إنما تتم بلحاظ المؤهلات الشخصية. فعلينا أيها الأحبة، إن أردنا أن نكون من ذوي القيمة، أن نتقن ما نقوم بفعله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأزكى التبريكات بهذه الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان المعظم، والتي اعتدنا أن نلتقي بها في كل عام ونحن في رحاب المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فيتحتم علينا من نافلة القول أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى وأن نحمده بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. ومن هذه النعم أنه أعاد علينا هذه المناسبة ونحن بخير منه وعافية، ومكن لنا الحضور بجوار أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، سائلنا الله تبارك وتعالى بحرمة محمد وآله الأطهار أن يعيدها عليكم لا فاقدين ولا مفقودين، وأن لا يفجعكم بعزيز، ونلتقي في رحاب الحسين مرة أخرى إن شاء الله تعالى. تعتبر ليلة النصف من شعبان من أفضل الليالي بعد ليلة القدر، وقد ورد في الحديث أن الله تبارك وتعالى آلى على نفسه ألا يرد فيها سائل ما لم يسأل بمعصية. فكثفوا من الدعاء في هذه الليلة المباركة، لأن الله تبارك وتعالى خصص أزمنة وأمكنة تعتبر من مضان الاستجابة ومن الأمكنة، نحن في أبرزها بجوار الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ومن الأزمنة هي ليلة النصف من شعبان، فلا تبخلوا بالدعاء وكثفوا من الدعاء، ولكن اجعلوا في مقدمة دعائكم أن يكون الدعاء لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه تعجيلا لفرجه الشريف، ذلك الفرج الذي نحن اليوم نعيش منعطفات خطيرة ونعيش فتن كقطع من الليل المظلم لا يتمكن من إصلاحها إلا الموعود إلا المنقذ. فنرفع أيدينا سوية ونحن بهذه الليلة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة صلواتك في هذه الساعة وفي كل
وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني الأعزاء، قلنا أن ليلة النصف من شعبان هي من أفضل الليالي بعد ليلة القدر، وقد زادها الله تبارك وتعالى شرفا عندما توجت بميلاد سلطان العصر وصاحب الزمان الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حيث ولد في مثل هذه الليلة بوقت السحر سنة 255 هجرية في سر من رأى. بداية بالتأكيد نحن متحمسون، نحن متحرقون شوقا للقاء إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نعتقد تماما أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، كما أننا نؤمن بما أخذناه عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، والكلام لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكان المخاطب كميل ابن زياد: بلى والله يا كميل، إن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، كي لا تبطل حجج الله وبيناته. إذن في كل زمن هناك حجة يحتج الله تبارك وتعالى بها على خلقه، وبذلك أخذت بأعناقنا الروايات أن حجة زماننا هو المهدي المنتظر ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا المفهوم، فكرة وجود منقذ، تبلورت لدينا هذه الفكرة ونحن نتحرك شوقا لفرج إمامنا. لكن هل هذه الفكرة هي فكرة وعقيدة شيعية فقط أم لا؟ فكرة وجود منقذ يخرج في آخر الزمان، بغض النظر عن المسميات، نستطيع أن نقول أنها فكرة عالمية في كل المدارس وفي كل المشارب وفي كل الأفكار والديانات، أن هناك منقذ يخرج في آخر الزمان. وحتى المدارس المادية الملاحدة يؤمنون تماما أن نهاية الأرض سينبسط الحق ويتوزع الاستقرار على ربوع المعمورة. هذه الفكرة لو نقرأ مثلا على سبيل المثال، نقرأ تاريخ الأسبان القديم، نجد أن في تاريخ الأسبان القديم يؤمنون تماما أن في آخر الدنيا لديهم ملك اسمه رودريغ يخرج في آخر الزمان. مثلا لو نقرأ حتى عن المغول، وإذا بهم يعتقدون بأن جنكيز خان يخرج في آخر الزمان، اليهود لديهم منقذ يخرج في آخر الزمان، النصارى يؤمنون بنزول عيسى المسيح في آخر الزمان. إذن فكرة وجود منقذ يخرج في آخر الزمان هي فكرة عالمية لا تقتصر على مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لكن نحن عندما نتكلم عن هذه العقيدة عادة ما نتهم بالخرافة، ومنهم من يقول بأن هذه الفكرة تبلورت لدى أتباع مذهب أهل البيت لما كانوا يعانون على طول الخط والحكومات المتعاقبة من تهميش وقتل، وعلى هذا الأساس تبلورت عندهم فكرة أن هناك منقذ سيخرج في آخر الزمان يعيد إليهم الكرامة المسلوبة والرغيف المسلوب. فيا ترى هل نحن فعلا تبلورت لدينا فكرة وجود منقذ نتيجة المعاناة؟ نعم،
نحن عانينا من قتل وتهميش وإبادة جماعية ومقابر جماعية، وكانت الحكام والطواغيت على طول الخط يسملون العيون ويبقرون البطون. ولعل بعضكم يتصور أني أتحدث عن النظام المقبور، لا والله، لكن لو ترجع بأوليات التاريخ إلى ما بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت الأمور تنصب علينا بشكل منقطع النظير. لم يتعرض شعب كما تعرض أتباع مذهب أهل البيت للإبادة. برئت الذمة ممن يروي عن علي بن أبي طالب: من وجدتموه على دين علي فاهدموا داره، ومن وجدتموه على دين علي فلا تقبلوا له شهادة. ولعله طعن حتى في شرفنا، وكما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، سيأتي على الناس زمان يعيرون زوار قبوركم كما تعير الزانية بزناها. مع كل هذه المعاناة، مع كل هذه الإرهاصات، تشبثنا نحن وتشبث آباؤنا من سابق بتلك الولاية بحبل الله المتين، وواجهنا صنوف التعذيب والإخصاء والتهميش. وكما قال شاعرنا: لا عذب الله أمي، إنها شربت حب الوصي وغدتني في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. قد يقتل الإنسان لبيت من الشعر إذا قاله بحق أهل بيت محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. فعشنا نعم ظروف استثنائية، لكن هل يمكن أن نقتنع بأن فكرة وجود منقذ يخرج في آخر الزمان تبلورت لدينا من خلال هذه الظروف؟ لا والله، وإنما هناك آيات قرآنية وهناك نصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذت بأعناقنا لتبني هذه العقيدة والتفاعل معها والدفاع عنها والموت من أجلها. ولعله سمعتم كما شنف أسماعنا قارئ القرآن الموفق السيد الغالبي: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن مسألة الإرث، إرث الأرض، هو جعل من الجعل التكويني، وهناك نواميس وهناك قوانين إلهية. والله تبارك وتعالى إذا اتخذ قرار، هل يستطيع أحد أن يقف بوجه الإرادة الإلهية؟ مثلا على سبيل المثال، يعني من القوانين الإلهية مثل كما يقول القرآن: ولن تجد لسنة الله تبديلا. مثلا: إنك ميت وإنهم ميتون، خلاص انتهى، نقطة على السطر، كل من عليها. أكو واحد ممكن يستثنى من هذا القانون؟ ماكو شيء. إذن الله تبارك وتعالى إذا قال ونريد أن نمن، هل هناك مخلوق يستطيع أن يقف بوجه الإرادة الإلهية؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض يرثها. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه له مقولة بهذا الخصوص، يقول: إذا كان في آخر الزمان وكان فرج آل محمد، لم يبقى بيت على وجه الأرض، مو بالعراق ولا بالوطن العربي ولا بالدول الإسلامية، لم يبقى بيت على وجه الأرض إلا ويؤمن بنبوة محمد. ليش؟ لأنه قرار إلهي. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بعد يقدر واحد يرث الأرض غير العباد الصالحين اللي أقرهم الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد وعدموه وأوفوا بالعهد
إن العهد كان مسؤولا. هذا الوعد منين صادر؟ هسه أنا من ممكن اسمع خلي استفيد شوي. ثلاثة من كنا فيه فهو منافق وإن صام وإن صلى، مو ثلاثة من كنا فيه فهو منافق وإن صام وإن صلى، من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. إذن هل يمكن أن الله تبارك وتعالى يخلف الميعاد؟ هنا بهذه الآية الله تبارك وتعالى يعطي وعد على نفسه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. مو بالله خلي هذا الوعد الإلهي ما بين قوسين وخلي نتماشى نتساءل مع التاريخ، هل تحقق هذا الوعد الإلهي؟ شعرت الإنسانية بأمان؟ أول ما وضع آدم سلام الله عليه قدميه على الأرض تفاجأت الأرض بسفك الدم، وقتل قابيل هابيل، وصار بدأت الدماء تسفك بلا حساب، إلى أن وصل الحال بعض الحالات البشعة يتحدث عنها القرآن وكأنه يتلو مقتل. شلون احنا مقتل الأئمة؟ قتل أصحاب الأخدود. تتوقع شلون يوصف بيها النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود؟ مو يعني يتألم على هؤلاء. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، إنسانية معذبة، فرعون ونمرود وطواغيت يذبحون الناس بلا تردد وبلا قيد وشرط. بعد فترة من الزمن جاءت إيماضات تحمل الأمل والبشرى على يد منقذ الإنسانية العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تباشرت الناس ورفعت شعارات جديدة، وحاول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغيير ثقافة الناس والحضارة الاجتماعية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بمجرد أن التحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى انحرفت المسارات، لو ما انحرفت بينكم بين الله، بقيت كما أرادها رسول الله صلى الله عليه وآله. طمست الكثير من حقائق النبي ومن التوحيد ومن أصول الإسلام، وظهرت الجاهلية انتفضت بشكل أبشع من السابق، بحيث تأخذ نماذج قد يطيل المقام يطول المقام. نموذج أموي على سبيل المثال، نموذج أموي النموذج الحجاج ابن قتيبة يقول، ينقل عن عمر بن عبد العزيز يقول يتحدث عن الحجاج. هسه الرجل أموي، مو أخاف يعني ننقل عن واحد من أتباع مذهب أهل البيت ويقال أنه عندكم عقدة من الحجاج، لا، هذا رجل أموي يقول: لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. لو كل أمة تجيب خبيثة وإحنا نقدم الحجاج لغلبناهم، لأنه قتل الحجاج 180,000 من قتل صبرا بسيف الحجاج، وهذا حبس الدماس بالعراق خير شاهد ودليل. كان الناس المحبوسة بلا ثياب، 50,000 امرأة منهن 30,000 امرأة عارية بلا ثياب مع الرجال، ويمر على الحبس ويسمع يصيحون: الله الله الحديد أكل من لحومنا. يرد على السجناء يقولهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. تعرفون شنو جنابكم؟ اخسؤوا فيها آية قرآنية، الله يخاطب أهل جهنم. يعني الحجاج صار يتقمص صفة الذات الإلهية والديماس هو جهنم. هذا الطغيان والعتو الذي وصل، نموذج من العصر الأموي. جاء العصر العباسي، تباشرت الناس يدعون إلى الرضا من آل محمد،
وإذا بالعصر العباسي يتوجه المنصور باختصار، يعني شاهد سريع، توجه المنصور العباسي إلى الحج، فالتفت لريطة، ريطة زوجة ابن المهدي بنت أخوه، بنت أخو المنصور بنت السفاح زوجة المهدي، قال لها بابا أنا متوجه للحج، إذا ثبت لكم موتي هذه مفتاح خزانة لا يفتحها إلا أنت والمهدي ولدي. إذا دول يعرفوها من الدوانيقي بخيل كذا، احتفظت بالمفتاح وفعلا بطريق الحج تأكد لهم موته، فأعطت المفتاح للمهدي العباسي وجاءت معه وفتحت الخزانة، وبها وإذا بها 60 رأسا، رأس مقطوعة، وفي هذه الرؤوس بكل رأس معلق بأذنه الاسم والعنوان، وإذا بهذه الرؤوس كلها من أبناء من ولد علي وفاطمة، لا ذنب لهم إلا لأنهم من ولد علي وفاطمة. واستمر القتل إلى أيام هارون والمتوكل، وعدكم فكرة أبناء منابر وثقافة حسينية ما شاء الله، يعني أغنتكم الكتب ولا يتعرفون كل شيء، ما أريد أطيل عليكم، أنا كناقل التمر إلى هجر مجرد إشارات أشير. فبعد هذا الموضوع أو إجوا السلاجقة والتتر وذيول الأتراك والإنسانية معذبة. في اليوم العصر الحديث تغيرت الأحداث، تغيرت الأمور، أصبحت الآن جمعيات، جمعية الأمم المتحدة مو أصبح مجلس أمن، أصبح نوع من الاستقلال، نوع من السيادة، نوع من الحريات العامة، بحيث تطورت الإنسانية إلى أن هناك جمعية يسموها جمعية الرفق بالحيوان، يعني صرنا بأمان مو، لأنه يهتمون بالحيوان، جمعية الرفق بالحيوان. طبعا بالمناسبة مو إلهم، ثقافتنا، بس احنا ابتعدنا عن ثقافة أهل البيت، هم أخذوها ثقافتهم. الإماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر على مجموعة من الناس على خيولهم، يقول لهم لا تجعلوها كراسي لأحاديثكم، فرب مركوب خير من راكبه، يعني رب مركوب خير، مو فعلا ترى أكو ناس الآن تشوفها بالشارع يمشي الحيوان أفضل منه، مو إجرام ومخدرات وتحرش بأعراض الناس وحدث، شايفين يعني شيء، فعلا الحيوان أفضل من عنده. هذا شلون اللي يقول ما أكثر الناس لا بل ما أقل لهم، الله يعلم أني لم أقل فندى، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. بالشاهد الآن جمعية الرفق بالحيوان نشعر بأمان. خلطيك نموذج شوية من هذا الزمن اللي نعيشه إحنا، وهناك أكو حرية عبالك مصدق، وأكو حرية تعبير عن الرأي، وحرية رأي، وحرية قرار، وحرية تصرف. سنة 72 1972 إيش قد صارنا عنها؟ مو 1972 أكو معهد استراتيجي في لندن سوى دراسة، أرجوك انتبه لهذه الدراسة وشوف إحنا المخاطر اللي نعيش بها الآن في ظل هاي الأجواء اللي يسموها الديمقراطية، هاي الديمقراطية المزيفة. بال 1972 اكو معهد استراتيجي في لندن يقول اجرينا دراسه، اولا مسحنا مجموع سكان الكره الارضيه، يعني شقد بالعالم، حطينا هذا الرقم يمنا الان الموجود من البشر بالرقم. اجرينا مسح على المواد الغذائيه الاحتياطي من المواد الغذائيه احتياط العالم، طلع بمعدل نصف طن للفرد الواحد، اسمعوا بالله الارقام، نصف طن للفرد الواحد مادة احتياطية غذائية. أجرينا مسح على الصواريخ والقنابل الهيدروجينية والقنابل الذرية الفتاكة، يعني مواد متفجرة طلعت في العالم المخزون الاحتياطي في العالم بمعدل 15 طن للفرد الواحد، مادة غذائية شقد؟ نص طن و15 طن لك متفجرات، يعني ما يكفي لإبادة الكرة الأرضية في 15. وين تشعر بالأمان؟ وين تشعر الآن؟ شاعرين بالاستقرار؟ احنا شاعرين بأمان؟ هذا المخاطر تحوم حولنا. اجانا رمضان صعد اللحم، فتحوا الحدود بالاستيراد، اجت التهويلات، راح تجينا ما ادري شو يسموها الحمى النزفية والأمراض ويسوقوننا، وظل عايشين برعب، ماكو استقرار، ماكو أمان.
طيب نرجع، وعد الله الذين آمنوا، وعد لو مو وعد؟ دين هذا الوعد يتحقق لو بعده؟ بعد. الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. إذا نرجع للسنة النبوية تكفلت بالإجابة على هذه التساؤلات، والإجابة تكمن بهذا الحديث: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي يواطي اسمه اسمي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ولد من؟ فيشير لأبي عبد الله الحسين ويقول: من ولدي هذا. وعلى هذا الأساس نصت كثير من الروايات على هذه العقيدة التي أخذت بأعناقنا أن نعتقد بوجود إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، الذي ولد سنة 255 هجرية في صبيحة أو عند سحر ليلة النصف من شعبان في سري من رأى. إذا طبعا كانت الولادة محاطة بالسرية، محاطة بالكتمان، لأن الدولة أنذاك كانت تتابع بيت الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وتحاول أن تقطع هذه السلسلة، لأنهم يؤمنون تماما بأن هناك 12 إمام يشكلون الامتداد الطبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تبارك وتعالى إذا أراد شيء هي أسبابه، وله أسوة بإبراهيم سلام الله عليه، وله أسوة بموسى ابن عمران صلوات الله وسلامه عليه، الذي كانت ولاداتهم يشوبها شيء من السرية والكتمان لما كان الطواغيت يتتبعون المواليد الذكور. مرت ولادة الإمام كما ترويها حكيمة بنت الإمام الجواد سلام الله عليه، تقول: بعث إلي الإمام العسكري قال: عم اجعلي إفطارك عندنا الليلة، إنها ليلة النصف من شعبان. لما أفطرنا بعد الصلاة قررت أرجع إلى سكني، قال: لا عم، اجعلي مبيتك عندنا الليلة، إنها ليلة النصف من شعبان، وسيولد في هذه الليلة بقية الله وحجته على خلقه من بعدي. تقول حكيمة: سألته ممن؟ قال: من نرجس. تقول: والله أنا قلبت نرجس ظهر لبطن فلم أرى عليها علامات الحامل المقرب. مو الحامل اللي بالشهر التاسع على وشك ولادة، أكيد واضحة المعالم، فلم أجد عليها علامات الحامل المقرب، ولكني سكت لأني أعلم أنه إمام معصوم مفترض الطاعة. مو وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعلا الخيرات. هناك إيحاء، نكث بالقلوب، نقر بالأذان، رؤية بالمنام، إلى أن كاد عمود الفجر أن ينبلج، فخرجت أستطلع، وإذا بالفجر الأول يسموه الفجر الكاذب بالكتب الفقهية، وإذا بالفجر الأول كأنه ذنب السرحان، يعني بان الفجر الأول، فقلت: متى سيكون؟ بيني وبين نفسي يعني أتساءل، وإذا بالإمام يناديني من المصلى، قال: لا تعجل يا عمة، أن الأمر لم يحن بعد. رجعت إلى مصلاي، ما هي إلا لحظات، وإذا بنرجس تقوم من نومها فزعة مرعوبة وهي ترى ما ترى النساء عند المخاض، فاقتربت منها لحظات، وإذا بستار أخضر يحول ما بيني وبينها، اكتشفت وإذا بسيدي ومولاي، الكلام لحكيمة بنت الإمام الجواد، وإذا بسيدي ومولاي قد نزل ساجدا على الأرض رافعا سبابته إلى السماء. ونستطيع أن نقول من هنا بدأت الغيبة، لأن الإمام أحاط تلك الولادة الشريفة بغاية من السرية والكتمان، سنة 255 للهجرة إلى سنة 260 يروي أبو الأديان، يقول: بعث إلي الإمام من المقربين للإمام العسكري، يقول: بعث إلي قال: أنا سأرسلك إلى المدائن، وستستغرق مهمتك بمقدار يعني أسبوعين قدرها،
أنت ترجع بعد 15 يوم. لكن اسمع يا أبا الأديان، يقول أنا ويا قاعدين بمفردنا، قال لي يا أبا الأديان إذا رجعت ستجد الواعية في بيتي وتجدني مسجع على المغتسل. قلت له إذن سيدي لمن الأمر من بعدك؟ قال له أنت تحمل كتب، الأمر من بعدي اسمع لمن يصلي علي ولمن يطالبك بجوابات الكتب. خمك أحد من الآن راح يجي واحد يطالبك بالجوابات، ولمن يخبر ما في الهميان. يقول أبو الأديان سافرت رجعت بالخامس عشر، فعلا دخلت وإذا بسامراء قد قلبت، جو الرسم الشعبي كل في بيت الإمام والإمام مسجى، فبقيت أنتظر العلامات، وإذا بخادم من بيت الإمام يسمى عقيد خرج لجعفر ابن الإمام الهادي، قال له تقدم يا جعفر وصلي على أخيك. يقول أنا قلت إذا هذا الإمام لقد حالت الإمامة، أعرف أكو فد علامات استفهام علي. يقول تقدم جعفر كاد أن يكبر، وإذا بباب فرجت عن غلام سباعي أو ثماني على خده الأيمن خال، جذبه من ردائه قال تنح يا عم أنا أولى بالصلاة على أبي. فارتبك جعفر وتقدم الغلام، الحديث لأبي الأديان، وتقدم الغلام وصلى كبر. لما كبر التكبير الخامس التفت إلي قال يا أبا الأديان أين جوابات الكتب؟ اكتمل عندي شقد؟ 2. وبهالأثناء دخل وفد من فارس جايين أصلا للإمام العسكري، وإذا بالإمام العسكري سلام الله عليه قد فارق الحياة. قالوا نحن لدينا أمانات، لا نعطي الأمانات لخلف الإمام إلا من يخبرنا بما في الهميان حتى نعلم أنه إمام. مو فوضى، العقيدة كانت ترقوية متينة. الآن العقيدة بالفيسبوك تباع وتشرى، تطرح فكرة بالفيسبوك ثاني يوم تلقي لها مروجين ومتابعين ومن يتبناها ويتعاضى، وهذا مما يؤسف له. العقيدة ما تباع بسهولة. قالوا لا نعطي ما في الهميان إلا من يخبرنا بالتفاصيل. فجاءوا بهم لجعفر، قال معاذ الله يريدون منا أن نعلم الغيب. طبعا مو شغل الرجال. والتفت إليهم الغلام قالهم بالهميان 100 دينار، 10 دنانير مطلية وهي لفلان، و90 غير مطلية وهي لفلان وفلان. أعطاهم التفاصيل. بهالأثناء أنا استقرت نفسي أبو الأديان يقول، وعلمت أن الإمام مستمرة وأن الإمام هو هذا الغلام الموجود المعهود له حسب علامات الإمام العسكري. بتلك اللحظة كبست الدار، لأن عيون الدولة كانت موجودة، فاختفى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومما يؤسف له أن هناك بعض الأكابر من غير ملتنا من غير مذهبنا من ينتقص أن الشيعة يعتقدون أن إمامهم غاب بالسرداب، ويجون كل جمعة ويصيحون يا مهدي يا مهدي. مو وين ياهو اللي صاح يا مهدي وإجا بالسرداب وصاح؟ مو خرج من الدار كما خرج جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة، تتذكرون عندما حوصرت الدار من 4 جهات، فأخذ بيده جبرائيل سلام الله عليه، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله تبارك وتعالى إذا أراد شيء هيئ أسبابه، مو صحيح ولا؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، من يستطيع أن يغلب؟ الله تبارك وتعالى. فبدأت الغيبة التي استمرت 70 إلى 69 إلى 70 عام، وما تسمى بالغيبة الصغرى، وكان يتواصل عن طريق نوابه الأربعة. لكن عند وفاة النائب الرابع لهو علي بن محمد السمري رضوان الله عليه، كتب له الإمام كتاب يا علي بن محمد مضمونه، أحد عهدك إنك ميت ما بينك وبين 6 أيام ولا توصي لأحد من بعدك، حيث بدأت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعده، طول الأمد وقسوة القلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل له الفرج وأن يثبتنا على إمامته. إخواني الآن نحن نسأل الله أن يجعلنا من المنتظرين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ما طوني الحفل الشلية بعد، وين وصلت؟ الإمام سلام الله عليه، نحن نسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. وانتظار الفرج لا يعني أني بلا عمل، يفترض بي انتظار الفرج، أكثف الدعاء للإمام، أكثف من تعميق بمعرفة الإمام، أن أتقرب إلى الإمام وإلى مرضاته.
شلون أرض الإمام؟ أرجوكم شلون أرض الإمام؟ ألا أفعل طاعة، ألا أفعل معصية ولا أترك طاعة، مو هاي واقع المرضات؟ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن أنا إذا أريد مرضات الإمام علي أن أبتعد عن المعاصي. وحتى باحتفالنا كما نوه سماحة الشيخ جزاه الله ألف خير في كلمة العتبة الحسينية المقدسة عندما قال باحتفالنا علينا أن نراعي الجانب الشرعي أحبائي، ما يقدح بالمروءة، ما يتنافى مع الشرع المقدس، لأن الله لا يحب أن يعبد من حيث يعصى. يعني الله لا، أنا أعبد الله بطريقة المعصية، ابتذال وسلوكيات قد تقدح بالدين، وبالتالي يختلط الحق بالباطل، يختلط المنكر بالمعروف، وتتولد عند الناس شبهات. نسأل الله أن يسددنا وإياكم على طريق الحق، ويعجل لإمامنا الفرج والعافية والناصر، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، ويعيد علينا وعليكم هذه المناسبة، وأنتم بخير منه وعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظ هالوجوه هذه. أنا راح أقرأ هذه المقاطع وإن كان عن عجالة. أخوي العزيز حسين العقيلي الكربلائي، وأنتم تعرفونه، هذا أخ فطلب مني، لكن وين الأيادي؟ شل الله يا بل حسن، شل الله، شل الله يا بل حسن، شل الله. الشمس ردت العلي، الشمس ردت العلي، علي نعمتنا وحبنا لأزل. بس ارفع ايدك انا شوف. علي نعمتنا وحبنا لأزلي، واحنا بالأصل بصحنا يا علي. شل الله يا بل حسن، شل الله، الشمس ردت العلي بعد الصلاة. اخذ الملكوخ بعيون قصر، اخذ الملكوخ بعيون قصر، هو فوق وكل شي بالدنيا حدير. شل الله ارفع ايدك. الشمس ردت العلي، علي والي هنا وغيره ما نحب، علي والي هنا وغيره ما نحب، ابو طالب شايل بلب يا صلب. يا علي الاكوان تنخوي السما، يا علي الاكوان تنخوي السما، يا علي الأكوان تنخوي السماء، والأملاك تصيح يا حامل حمى. شل الله يا بل حسن، شل الله، شل الله. علي برهان ودليل أهل العلم، علي برهان ودليل أهل العلم، لكن يوم الموزي ما يرب الزلم. الشمس ردت العلي مثل ما قال الشيخ سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي، نفسي لذكر علي المرتضى طربت، والناس من فرط إخلاصي له عجبت، رضعت ثدي على عين حرة نجبت، لا عذب الله أمي إنها حب الوصي وغدتني باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فطرت من ذي وضع أهوى أبا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. لدينا
أسئلة، وأنا أريد اللي يجاوب أنا أشوفه ويتفضل هنا. ما اسم الإمام المهدي؟ أنت انتهينا. الثاني، ما هي كنيتي؟ كنية الخلافل بعيني. ما اسم أمه؟ بعيني. زين، احنا نريد واحد يتفضل، واحد. الجواب الواعظ ما شاء الله كلكم على معرفة. أين غاب الإمام المهدي؟ صاحب الأسئلة نشكر على هذه الأسئلة، فواحد هم يطلع من الإخوة يتفضل هنا. سادة الحضور، أما الآن أستوقفكم مع الشاعر الذي طالما شاهد نائب رشاشات التلفاز، هو الشاعر أبو محمد اللي يا وقت نقضيها باليا ريت، حاكين على بختك كلش تأذيت، دقلي اللي يا وقت نقضيها باليا ريت، حاكين على بختك كلش تأذيت، جبت ذيك الليالي محزم الصدام وما ظل طور يجرح بيه ما ونيت، تحملت المقابر والسجن والخوف، أبات ببيت ليلة وليلة بات ببيت، أبات ببيت ليلة وليلة بات ببيت، ظالم وانقلع قلنا العجا وخوان، وصرت لهم شمع من كل كتر وجيت، كنت ننتقد انحكم بالإعدام، هسه مننتقد بالشارع انصكيت، كنت مننتقد انحكم بالإعدام، هسه مننتقد بالشارع انصكيت، وحق مولدك هذا البي فرج للناس، لا عندي وظيفة ولا متر بالقاع، وبهذا الظلم يا سيدي انجازيت، يعين الله الشباب الدرس حد الموت، تاليها على دراجة يوصل طلب يمك البيت. وحق مولدك هذا اللي بيفرج للناس، لا عندي وظيفة ولا متر بالقاع، وبهذا الظلم يا سيدي الجازيت، يعين الله الشباب الدرس حد الموت، تاليها على دراجة يوصل طلب يمك البيت، ترضى بهالظلوم حاجينا يا الموعود، هم نرجع نصيح على العجلاجيت، قبل ظالم يضد شيعة علي ومعروف، هسه اللي ظلمنا موالي لأهل البيت. جهاد إلى سيدي صاحب الفتوى وأترك المنصة، جهاد وبس كفائي وبس على اللي يقدر، ثلاث كلمات صار للفلك محور، جهاد وبس كفائي وبس على اللي يقدر، ثلاث كلمات صار للفلك محور، لا عندك حزب لا تمتلك لك جيش، والدنيا حكمتها وبيتك مأجر، لا عندك حزب لا تمتلك لك جيش، والدنيا حكمتها وبيتك مأجر، وإعلامك وكيل ورجلة بيها صواب، وصحن حسين عنده ولاقطة ومنبر، حشاهن عن جنابك رجف ظهر القاع، لو حاكيهن انت من القبر يحشر، حشاهن عن جنابك
رجف ظهر القاع لو حاكيهن انت البالقبر يحشر يا سيدنا وابونا وشيخنا المهيوب الما يسمع كلامك سيدي يخسر هواي الراهنو هالوطن هذا يضيع وانت صرت حرزة الحافظة من الشر عرفت الحسن شنه بيوم شفت الخير وشفت شفك سخي ويا الفقرة ما قصر وشفت بحسين بيك برفضك الظلام ولا خليت واحد على بابك مر عرفت شنه الشجاعة صارت بعباس لان شفتك شجاع ومن صلب حيدر يا ابو محمد رضا يا تاج فوق الراس المسك لو نذيل لو مرضع معكر لا هاي يحتاج الى تاج تاج بعد بعد اعيده عيدها عرفت الحسن شنه بيوم شفت الخير وشفت شفك سخوي الفقرة ما قصر وشفت حسين بيك برفضك الظلام ولا خليت واحد على بابك مر عرفت شنو الشجاعة صارت بعباس لأن شفتك شجاع ومن صلب حيدر يا ابو محمد رضا يا تاج فوق الراس المسك لو نذل لو مرضع معكر هاي الناس هاي الناس ناشد ليش محتارة أنا المختار حيدر الله مختارة هاي الناس ناشد ليش أنا المختار حيدر الله النصبة والله اللي قال له صير والله السلحة وانطاح فقارة عندك اعتراض اعترض على السوا أنا شفت أزلمة وشلبت بكتارة عندك اعتراض اعترض على السوا أنا شفت أزلمة وشلبت بكتارة جبت على العدالة جو أخوب النار جبت على المراجل ما يذل جارة أسأل على الحروب فارس بدر وحنين ظل وحدة بوحد والزلم فرارة كلهن طايحات الوحدة ريد جواب والعرب وعجم سنتين دوارة إذا جبت الجواب الداعي بوذي يصير وما أذكر علي ولا جيب أنا أخباره من صاحب نمود والزلم شل هالخوف منه الجاب راسه للنبي بشارة كلهن طايحات الوحدة ريد جواب والعرب وعجم سنتين دوارة إذا جبت الجواب الداعي بوذي يصير ولا أذكر علي ولا جيب أنا أخباره من صاحب نود والزلم شلها الخوف منه الجاب راسه للنبي بشارة برز كل الكفر خيل وزلم وسيوف والإيمان وحدة الفتى بتارة طبرة وعادلة كل العبادات حق هالناس بالكرار محتارة شي بعدت وشي عبدت وشي ضد ظل الحسد ما كلهم بناره شي ضمت وشي همت وشي ضد الوصل تمت وشي قالت كفر ليروح لزيارة وانا متاني الجواب وادري ما تلقون مثل حيدر علي المالكم شارة
حياكم الله. شكرا جزيلا للشاعر أبو محمد المياحي. فيا أيها المهدي يا ابن محمد، ويا قمر الماضين دمت ضياء، يا نهضة الحسنين رفضا للخنا، ويا صبر من ضحوا ولم يتزلزلوا، إنها ولادة بشرية كونية أنوارها أحمدية محمدية، شمائلها ضرغامية حيدرية، أوتادها زينة زينبية. أيها الأحبة، أترك المنصة إلى الصوت الحسيني العذب الذي عرف عنه بدعاء كميل، وهو سماحة الشيخ ميثم التمار، فليتفضل إلى منصة التحية مسبوقا بالصلوات.